عالم سعودي جمع بين الطب والفلسفة، صنفه الغرب كواحد من أفضل 30 من علماء الأعصاب الأكثر نفوذاً في العالم. هو النابغة العربي في العصر الحديث الذي جمع بين الفلسفة والطب، الدكتور نايف الروضان، عالم الأعصاب وخبير الجيوستراتيجية ورئيس قسم العولمة والأمن والجيوستراتيجية في مركز جنيف للسياسات الأمنية وعضو كلية سان أنطونيو جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة. Technology is here to stay. It is good for us. It will grow at an even faster rate. The trick is really how do we mitigate the risks without stifling innovation. يعتبر الفيلسوف السعودي نايف الروضان ضمن علماء الأعصاب الأكثر تأثيراً في العالم، كما أنه مؤسس مختبرات الأعصاب في جامعة هارفارد ومكتشف الخلايا السرطانية المجهولة. طرح فكرا فلسفيا مختلفا يدمج حقولا معرفية متنوعة مخالفة لفكرة نهاية التاريخ، ليطرح فكرة التاريخ المستديم كبديل لها، فالإنسان حسب رؤيته لا تحركه الحرية بقدر ما تحركه الكرامة. The trick is really how do we mitigate the risks without stifling innovation. Regulation cannot lag too much behind innovation, otherwise we may have consequences for society. So we want the benefits, but we want to minimize the risks. منذ عام 2002 بدأ الدكتور نايف الروضان بتحويل تركيزه العلمي إلى التفاعل بين علم الأعصاب والعلاقات الدولية، ومن خلال العديد من المنشورات أصبح رائدا في تطبيق علم الأعصاب والآثار العصبية والسلوكية، كما وصل إلى تحليل وتصوير الاتجاهات في مجال الجغرافيا السياسية المعاصرة والأمن العالمي والأمن القومي وامتداد الثقافات والحرب والسلام. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية، جنيف.